في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية توجد عدد من الأسواق التقليدية القديمة، منها الموجود في سفالة سمائل ويقع أسفل حصن سمائل الشهير، والسوق الآخر في علاية سمائل، وقد بناه الأجداد منذ أكثر من 300 عام بجهودهم الذاتية. وقد نشطت الحركة التجارية بالأسواق التقليدية بالولاية خلال الفترة من عام 1960 وحتى نهاية عام 1980 لوقوعها في منتصف الطرق التجارية بمحافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة. يقول محمد بن علي العامري: أقدم تاجر وحارس في السوق التقليدي بعلاية سمائل، بأن السوق يقع في منطقة سكنية ويعد من الأسواق القديمة بالسلطنة، بناه الأجداد من الطين والحجارة ومخلفات النخيل، ويتكون السوق من ثلاثة أبواب رئيسية مصنوعة من الخشب الثقيل وغرفة للحارس عند مدخل باب السوق الرئيسي، ويضم في جنباته أكثر من 75 محلا تجاريا، إضافة إلى ثلاث عرصات لبيع الأسماك والتمور العمانية كانت تجلب من الولايات المجاورة، ويتوافد الناس لشراء تلك المعروضات، حيث يفتح السوق خلال الفترتين الصباحية والمسائية. ويعد هذا السوق من أقدم الأسواق التقليدية على مستوى محافظة الداخلية بعد سوق نزوة، ويتميز السوق القديم بولاية سمائل بنظافته على مدار العام، فكان الجانب التوعوي التثقيفي موجودا لدى العمانيين منذ قديم الزمن، فقد كان يمنع الأكل بالسوق ورمي المخلفات على طرقاته.